السلطان سليمان القانوني أحد أعظم الشخصيات التي حكمت العالم الإسلامي، فقد كان اسمه فقط يهز عروش ملوك أوروبا ويزلزل الأرض من تحت أقدامهم، وقد أطلق عليه الأوروبيون اسم السلطان الفخم والسلطان العظيم، فهو من قام بتوسيع حدود الدولة العثمانية إلى أبعد مدى لها، حيث زادت مساحتها في عهده إلى الضعف تقريباً. حكم الدولة العثمانية لمدة 46 عام ليكون بذلك أطول فترة حكم في تاريخ الدولة العثمانية. قام بوضع أول دستور للدولة وطور البحرية العثمانية وأرسى قواعد الجيش العثماني الحديث، وكان في ذات الوقت شاعراً وخطاطاً، كما كان له دور كبير في تطوير العمارة في الدولة العثمانية. وإنه لمن المحزن حقاً أن يختزل كل هذا التاريخ لسلطان عظيم في كونه عاشقاً للنساء ولا هم له سوى ما يجري في القصر من مؤامرات وألاعيب نسائية، كما ظهر في المسلسل فائق الشهرة حريم السلطان. هو سليمان بن سليم بن بايزيد الثاني ابن محمد الفاتح، ولد سنة 900 هجرية، رباه والده منذ الصغر على القوة وحب الجهاد، ثم تولى الحكم عام 926 هجرية وهو شاب في عمر 26. وعمل السلطان سليمان على تعديلات إدارية في إدارة الدولة وشؤون أفرادها من مختلف الديانات والجنسيات والأعراق، فوضع قانون الدولة العثمانية المسمى قانون سليمان نامة، أي قانون السلطان سليمان. ومن هنا جاءت تسمية السلطان سليمان الأول بالقانوني، ليس لأنه من وضع القوانين بل لتطبيقه لتلك القوانين بكل صرامة بلا تفرقة بين كبير أو صغير ولا بين عامة وخاصة. استطاع السلطان سليمان أن يوسع رقعة الدولة الإسلامية في ثلاث قارات حتى أصبحت دولة مترامية الأطراف، فقد كان في حالة جاهزة دائما، حتى قيل عنه أنه لا ينزل عن فرسه إلا ليركب فرسا آخر. ويذكر المؤرخون أن عدد ما افتتحه السلطان سليمان القانوني في حياته من الحصون والقلاع والمدن ما يناهز 360 حصنا ومدينة. عندما جلس السلطان سليمان القانوني على كرسي الخلافة، كان أول ما فعله هو إرسال رسالة إلى ملوك أوروبا يعلمهم بتوليه الخلافة ويأمرهم بدفع الجزية المقررة عليهم كما كانوا يفعلون في عهد أبيه السلطان سليم الأول. فما كان من ملك المجر إلا أن قتل رسول السلطان سليمان بعد أن ظن فيه الضعف لحداثة سنه، فاستشاط السلطان غضباً، وما أصبح الصباح إلا وقد أعد السلطان سليمان جيشاً جراراً مدعوماً بالسفن الحربية، وكان السلطان سليمان بنفسه على رأس هذا الجيش، وكان قاصداً مدينة بلغراد المنيعة والتي تعد بوابة أوروبا الوسطى وحصن المسيحية كما كانوا يطلقون عليها، وهي المدينة التي لم يستطع فتحها فاتح القسطنطينية محمد الفاتح، بل وأصيب إصابات خطيرة أثناء حصارها، ولما انصرف عنها قال: عسى أن يخرج الله من أحفادي من يفتح تلك المدينة على يديه. وبالفعل يبدأ السلطان سليمان في حصار بلغراد، وبعد شهرين ونصف من الحصار تسقط بلغراد في عام 927 هجرية، إحدى أقوى المدن الأوروبية بعد عام واحد من توليه الخلافة. ونزل خبر سقوط بلغراد على ملوك أوروبا كالصاعقة، وارتعدت فرائصهم من الرعب، وعلموا وقتها أنهم أمام سلطان من طراز فريد، فبعث إليه ملك روسيا والبندقية وسائر ملوك أوروبا يهنئونه بالفتح ويعطونه الجزية. واهتم المسلمون بالأوجه الحضارية في بلغراد حتى سماها المؤرخون أندلس البلقان. وفي آسيا قام السلطان سليمان بثلاث حملات كبرى ضد الدولة الصفوية الشيعية، ابتدأت من سنة 941 هجرية، وهي الحملة الأولى التي نجحت في ضم العراق إلى سيطرة الدولة العثمانية. وفي الحملة الثانية سنة 955 هجرية أضيف إلى أملاك الدولة تبريز وقلعة وان وأريوان. وأما الحملة الثالثة فقد كانت سنة 962، وأجبرت الشاه طهماسب على الصلح وأحقية العثمانيين في كل من أريوان وتبريز وشرق الأناضول. كما واجه العثمانيون في عهده نفوذ البرتغاليين في المحيط الهندي والخليج العربي، ودخلت في عهده عمان والأحساء وقطر ضمن نفوذ الخلافة العثمانية، وأدت هذه السياسة إلى الحد من نفوذ البرتغاليين في مياه الشرق الأوسط. وفي أفريقيا دخلت ليبيا والقسم الأعظم من تونس وإرتيريا وجيبوتي والصومال ضمن نفوذ الدولة العثمانية،
كانت البحرية العثمانية في عهد السلطان سليمان مسؤولة عن حماية مياه البحار التي تطل عليها الدولة، وفي عهد سليمان ازدادت قوة البحرية على نحو لم تشهده من قبل، وذلك بانضمام القائد العبقري خير الدين بربروس، وكان يقود أسطولاً قوياً يهاجم به سواحل إسبانيا والسفن الصليبية في البحر المتوسط. وقد قام خير الدين بفضل المساعدات التي كان يتلقاها من السلطان سليمان القانوني بضرب السواحل الإسبانية وإنقاذ آلاف من المسلمين في إسبانيا وقت سقوط الأندلس. كما قام في سنة 935 هجرية بسبع رحلات إلى السواحل الإسبانية لنقل 70,000 مسلم من قبضة الحكومة الإسبانية. حاولت إسبانيا أن تقضي على أسطوله، لكنها كانت تخفق في كل مرة وتتكبد خسائر فادحة، ولعل أقصى هزائمها كانت معركة بروزة سنة 945 هجرية. كان السلطان سليمان القانوني شاعراً له ذوقاً فنياً رفيعاً وملماً بعدد من اللغات الشرقية من بينها العربية، وكان له بصر بالأحجار الكريمة مغرم بالبناء والتشييد، فظهر أثر ذلك في دولته، فأنفق بسخاء على المنشآت الكبرى، فشيد المعاقل والحصون وأنشأ المساجد والصهاريج والقناطر في شتى أنحاء الدولة، وبخاصة في دمشق ومكة وبغداد، بالإضافة إلى ما أنشأه في عاصمته من روائع العمارة. فكان عصره هو العصر الذهبي للدولة العثمانية، حيث كانت الدولة الأقوى في العالم والمسيطرة على البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر. أما عن حياته الشخصية فسنتعرض لها بصورة أدق من خلال مقطع آخر عن سيرة السلطانة خرم أو روكسلانا، والتي كانت جارية في القصر فعشقها السلطان سليمان وتزوجها. لم يترك السلطان سليمان القانوني الجهاد قط، وفي أواخر أيامه أصابه مرض النقرس، فكان لا يستطيع ركوب الخيل، ولكنه كان يتحامل على نفسه إظهاراً للقوة أمام أعدائه. وقد بلغ السلطان سليمان القانوني من العمر 74 عام، ومع ذلك عندما علم بأن ملك الهايسبرغ أغار على ثغر من ثغور المسلمين، قام السلطان سليمان القانوني للجهاد من فوره. ومع أنه كان يتألم من شدة المرض، قاد الجيش بنفسه وخرج على رأس الجيش، وكان قبل خروجه للجهاد نصحه الطبيب الخاص بعدم الخروج لعلة النقرس التي به، فكان جواب السلطان سليمان الذي خلده له التاريخ: أحب أن أموت غازيا في سبيل الله. وهي الأمنية التي نالها بالفعل السلطان المجاهد، فمات أثناء حصار المدينة في عام 974 هجرية بعد أن جهد في سبيل الله لمدة 46 عاما، بسط فيها سيطرة الخلافة العثمانية على كثير من دول العالم في قاراته الثلاث، وامتدت هيبتها فشملت العالم كله، وصارت سيدة العالم تخطب ودها الدول والممالك، وارتقت فيها النظم والقوانين التي تسير الحياة في دقة وانتظام، وارتقت فيها الفنون والآداب، وازدهرت العمارة والبناء. وقد أجمع المؤرخون على أن السلطان سليمان القانوني أحد أعظم السلاطين والملوك في التاريخ الإنساني، فقد حكم العديد من عواصم العالم ذات الطبيعة المختلفة والجذور التاريخية العميقة كالقاهرة وبغداد وبلغراد واسطنبول ودمشق والقدس.